السلام عليكم. ترجي الرياضي التونسي اليوم يتعادل امام شباب بالوزداد في ملعب برادس وامام جماهيره 0-0، ورغم هذا يتاهل للدور الثاني على راس مجموعته ب 11 نقطه. شباب باش ما تطويلش الحلقه برشا، او كجزء اول باش نحكيو فيه على الترجي الرياضي، باش نحكيو فيه على بعض الملعبيه، الجزء الثاني باش يكون على صفحتنا على الفيسبوك. تو نخلي لكم الرابط في التعليقات، تدخلوا وتنجموا تشاهدوا الجزء الثاني من الحلقة. احذى فقط، راهو الفريق اللي واجهه اليوم الترجي الرياضي اسمه شباب الوزداد، بطل الجزائر الموسم الفارط، متصدر البطولة الجزائرية الموسم الحالي، عنده مدرب اسمه نبيل الكوكي، مدرب محنك، مدرب يعرف يقرأ اللعب مليح. اليوم شباب الوزداد ما ننساوش راهو متأهل للدور الثاني، صحيح ثاني المجموعة، لكن يقعد فريق متأهل للدور الثاني، متحصل على 10 نقاط بذرع، وعنده 6-7 ملعبية تقريبا متواجدين في منتخب الجزائر المحلي، يعني فريق عنده ما يقول في روحه. مع هذا الترجي الرياضي شباب بالوزداد، شفنا الدفاع ضد هجوم، الهجوم من جانب الترجي الرياضي، الدفاع كان من جانب شباب بالوزداد، بما انه تقريبا مقابله كامله ما خلق حتى فرصه سانحه للتسجيل، وهذه راهي نقطه ايجابيه بالنسبه للترجي الرياضي. فين تتمثل النقطه السلبيه في المقابله؟ النقطه السلبيه تتمثل انه الترجي الرياضي خلق اكثر من فرصه سانحه للتسجيل، وما عرفش كيفاش يتصرف معاهم، ما عرفش كيفاش يجسمهم الاهداف. يعني لو الترجي الفرصه الاولى الثانيه حطها في الشبكه تتقلب اللعبه 180 درجة، لأنه شباب الوزداد باش يصبح عنده خيارين لا ثالث. الخيار الأول هو أنه باش يكون منهزم وراكش التالي وياكل الخبط، ياكل في الضغط من عند الترجي الرياضي، ولا باش يقدم باش يعدل النتيجة وباش يخليها شوارع التالي، وهكا الترجي الرياضي باش يكون قادر أكثر أنه باش يسجل الثاني والثالث. لذا اليوم النجم نقولوا الترجي الرياضي ما عرفش كيفاش يتصرف في المقابل. مش عارف بالضبط بعد ما الترجي الرياضي تأهل على صدارة مجموعته شكون باش يواجه بالضبط، يا اما باش يواجه سيمبا التنزاني ولا باش يواجه الاهلي المصري. على كل حال نتصور اليوم تعادل الترجي الرياضي على حسب عقلية اللاعب التونسي افضل من اللي ينهيه المقابلة بانتصار، لانه في المقابلة القادمة في الدور الثاني الملعبية باش يكونوا حاسين اكثر، الملعبية باش يحطوا سقيهم في القاع ويحاولوا يجيبوا نتيجة ايجابية، كان اللعبة مانيش عارف في رادس ولا خارج الديار. لكن لو اليوم الترجي الرياضي وعقلية اللاعب التونسي انتصروا، ممكن الملعبية باش يشوفوا رواحهم اللقب بنسبة محترمة من نصيبهم، وهذا أكيد باش يرجع بالسلب على الترجي الرياضي، وهذاك علاش قلت نتصور اليوم التعادل باش يرجع بالإيجاب على الترجي الرياضي أكثر من الانتصار. التعادل باش يخلي المدرب نبيل معلول يرجع حساباته، وهذا في مصلحة الترجي الرياضي، لكن من بين الحسابات هذه بعض الملاعبية اللي اليوم أكيد يلزمنا نحكيو عليهم. خلينا على سبيل المثال نبداو بغايث الوهابي، على ما اظن تصور 19 سنة عمره، الملاعبي هذا حكيت عليه في كأس افريقيا للأواسط في مصر، ملاعبي راهو ساعة مادام يلعب في الترجي الرياضي في سن 19 سنة، يعني عنده ما يقول في روح، يعني عنده إمكانيات، لكن الإمكانيات اللي عنده مش قاعد يستغل فيها، هذا راهو يرجع لي هو، كان باش يقعد يلعب بالطريقة هذه، راهو لاعب باش يندثر، هذا ما نجم ما نقول عليه. غيث الوهابي نصيحة اللي باش ننصحها له، كان عندك ملاعبي هكا عالمي في مخك تحب تقلده، نقول لك نحيه من مخك، راهو قاعد يهزك لفينجا، راهو قاعد يهز فيك للضياع. لما يدخل في المقابلة من الأول ثقة كبيرة في روحه، راهي ثقة باهية، أما الثقة المتفرطة ولاعب مازال صغير، لهنا يجي المشكل. كتشوفوا كيفاش شك الجرية متاعه وكيفاه تقول هذا عنده كارير 10-15 سنة، من بعد تقوى عليه اللعبة ما يلقاش روحه، لذا راهو الملاعبي يلزم ياخو بايو من الأول باش يعرف كيفاه يدخل في المقابلة. شوفوه مثلا بريمير ميتون، تجي كرة يرجع حالتين، تجي كرة يرجع باس حتى صاحبه بجنبه مترو ترجع حاله، شنية أنت عملت هاللافير الكبير اللي عملته وقت اللي ترجع مترو كرة مترو التالي؟ كيف الترجي الرياضي وقت اللي باش يهاجم نلقاو غيث الوهابي واللي يلعب اكسيال بجنب ياسين مرياح واليعقوبي، يعني ما شفناش الشوط الاول غيث الوهابي فات السونتر، رغم انه الترجي الرياضي شوت بل المقابله كامله يلعب في الهجوم، يعني النجم نقولوا هجوميا الترجي الرياضي خسر لعب. الشوط الثاني حتى الربع ساعه الاربع دراج اللي لعبهم، واكيد تعليمات نبيل معلول قال له قدم القدام،
حتى كيقدم تحسوا لون برشا، تحسوا الملاعبي رزين يعني كسر ريتم المقابلة. في عوض باش يعاون ليه، بالعكس قاعد يكسر في ريتم المقابلة، قاعد يكسر في ريتم أو في الهجمة متاع الترجي الرياضي، وهذاك علاش نبيل معلول غايب. بالنسبة لمحمد علي اليعقوبي، صراحة اليوم النجم نقول عليه أفضل لاعب في المقابلة، أفضل لاعب في المقابلة مش على خاطره قدم مستوى أفضل من بقية الملعبية، لا، محمد علي بن رمضان قدم مستوى آخر منه، بعض الملعبية كيف كيف حمدو الهوني قدم مستوى أفضل منه، لكن علاش رشحوا أفضل لاعب في المقابلة حتى كي نشوفوه في فلاش سكور تقريبا متحصل على معدل 7 ولا 7.2 من 10، لأنه وقت اللي استحقوا الترجي الرياضي القاه. وما ننساوش أنه محمد علي اليعقوبي بحكم العمر متاعه الكبير وكيف كيف عنده فترة كبيرة بعيد على التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي، واليوم واجه فريق في قيمة شباب بالوزداد، يعني النجم اليوم نقول اليعقوبي خرج ماتشوه، اليعقوبي قلع ماتشوه، واستحقوا الترجي الرياضي وقت اللي أول قاه الترجي الرياضي وقت اللي استحق. هذا بالنسبة للترجي الرياضي لاعب بلاعب، لكن جماعيا الترجي الرياضي نقطة ضعف كبيرة ما على المدرب نبيل معلول يعرف كيفاش يتصرف معها قبل ما يدخل الترجي في الصحيح، قبل ما يدخل الترجي في مواجهة الأهلي أو فريق سمبا. اليوم على سبيل المثال شفنا الترجي الرياضي هجوميا، أي لاعب تجي كرة شكون؟ حمدو الهوني. تجي الكرة أي لاعب من الترجي الرياضي لشكون؟ حمدو الهوني. يعني طريقة لعب الترجي الرياضي تكشفت. انت اليوم الكرة كتجي لحمدو الهوني يعمل بها جيست باهية، الكرة اللي بعدها لشكون؟ حمدو الهوني. اللي بعدها الحمدو هوني. اول شيء حمدو الهوني بدنيا باش يتعب، بما انه شفناه من في اكثر من مناسبة يرجع للدفاع يفك الكرة، كيف كيف كل هجمات الترجي الرياضي تتبني عليه، يعني الملاعبي باش يتكشف، الفريق الترجي الرياضي ككل اللعب متاعو باش يتكشف، وهذا اللي صار. حمدو الهوني الشوط الاول غير حمدو الهوني الشوط الثاني اللي نوعا ما فيزيك متعب، واكثر ما هكا طريقه اللعب متاعو تكشفت، يعني نوعا ما سهلتها على دفاع شباب بالوزداد. ما ثماش شكل لعب المتنوع اللي باش تخض بيه الدفاع، ما ثماش على سبيل المثال حمدو الهوني على الشيرة اليمين، حمدو الهوني كان على الشيرة اليسار، على الشيرة اليمين شكون ثم؟ ثم بوغرين. البوغرين مش البوست نتاعو، بوغرين نقطة قوته تتمثل وقت اللي يلعب في خط وسط الميدان. لذا هنا نبيل معلول ما استغلش نقطة قوة اللاعب المغربي. حتى الشوط الثاني وقت اللي هبط رشيد العرفاوي، العرفاوي عنده مدة كبيرة راقد، العرفاوي حتى كي يلعب في الترجي الرياضي بعد دقائق. لذا بالعرفاوي اليوم الشوط الثاني كيف كيف الترجي الرياضي ما نجمش، مش معرفش، ما نجمش ينوع في اللعب نتاعو. على كل حال الترجي الرياضي قام بالمهم وهو التأهل للدور الثاني على رأس المجموعة، ومازال المهم هو انه يقدم المقابله القادمه، المقابله اللي باش تكون المفتاح باش يمشي لبعيد في رابطه الابطال الافريقيه، وعلاش لا يفوز باللقب ويفرح جماهير الترجي الرياضي. في ختام الحلقه البياري ما تبقى كيفاش يقول لكم تحيه تونس، تعيش تونس، كلنا تونس، وسلام.